العاب القوه هي ام الرياضات. الحقيقه كل ما نتكلم عن الالعاب الاولمبيه بتيجي في دماغي على طول الالعاب القوه. ليه؟ لانها كنز كبير جدا، يمكن اكبر دول بتحصل على ميداليات في الاولمبياد بتبقى في العاب القوه. الحقيقه في النادي الاهلي عندنا اكبر جهاز واكبر لاعبين واكبر مجموعه من اللاعبين في العاب القوه، والحقيقه يستحق منا الكثير والكثير. خلينا نرحب بضيوف اللي انضموا ليا في الاستوديو، طبعا الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك، ودايما منورنا كده بالاخبار الحلوه وبالارقام الجديده. ان شاء الله ان شاء الله. ومعانا طبعا لاعيبه المطرقه طبعا في النادي الاهلي، روان ايمن. ازيك يا روان؟ الحمد لله، منورانا. ربنا يخليك. احنا بقى طبعا مع الحلقه هنتكلم عن انجازاتك، وخليك انت بتقولي الانجازات براحتك، لان انت الحقيقه يعني حاجة مشرفة جدا جدا للنادي الأهلي، مش للأهلي بس، لمصر كلها. ربنا يخليك. أروح لك يا كابتن. كابتن طمني على ألعاب القوة، الأخبار إيه؟ يعني إدينا بريفنج سريع كده، إحنا فين دلوقتي؟ ألعاب القوة الأهلاوية الحمد لله كالمعتاد في الصدارة الحمد لله في جميع المستويات وجميع المسابقات وجميع المراحل السنية زي ما إحنا الحمد لله متعودين. وحاليا احنا في بين فتره اعداد لجميع المراحل السنيه للجنسين للمشاركات في بطولات الدرع ان شاء الله اللي هتبدا في شهر مارس باذن الله تعالى، مرورا مارس ابريل مايو، ويعقبها بقى الاختيارات لمنتخب مصر برضو للمراحل السنيه المختلفه. فاحنا الحمد لله في فترة الإعداد حاليا، وكان في سبق مشاركة في بعض البطولات التنشيطية الشهر اللي فات اللي بيها فيها يا كابتن. الحمد لله كويسة جدا جدا كويسة جدا. يعني احنا كالمعتاد احنا يعني شعارنا زي ما بيقولوا يعني تدريب مستمر. تحدي النفس وتحدي الذات، لان انت بتحدي الساعه يعني اغلب الالعاب بالظبط فيها تحدي للساعه، تحدي للنفس، في سواء في المسافات او في الوقت، مسافات او زمن، الموضوع صعب. دي حقيقه، دي حقيقه. ما هو التحدي شخصي على مستوى كل لاعب لوحده على حده، سواء كان ولد او بنت، هو بيتحدى نفسه، سواء كان قدرات البدنيه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها للبشر، هو بيتحدى نفسه الاول. صحيح. وبعد كده بيتحدى الخصوم. صحيح. والحمد لله موفقين. وخلينا نقول برضو يا كابتن ان حضرتك يعني عندنا من ضمن مجموعه لعيبه كبيره جدا من ابطال العالم، من الصاعدين حتى بقوه. يعني كلمني عن المستقبل، انت شايف كم لاعب انت حاطط عليهم امل في الفتره الجايه؟ والله الحمد لله احنا باستمرار في النادي الاهلي باستمرار على مر الاجيال السابقه، اساتذتنا ومدربينا الكبار باستمرار في اجيال بتسلم اجيال. يعني احنا مش موضوع حد في منتخب من الستينات للسبعينات للثمانينات للتسعينات وان شاء الله والالفينات واللي جاي واللي جاي باذن الله. لاعب بيسلم لاعب، احنا باستمرار عندنا النبع لا ينضب زي ما بيقولوا. يعني باستمرار عندنا الابطال من بيبتدي انتقائهم واختيارهم من تحت 12 سنه، كل سنتين بيبقى عندنا جديد ما شاء الله. وابسط مثال على كده لعيبه روان ايمن. روان من 4 سنين بادئه، يعني لو قلنا وهي عندها تحت 12 سنه في عندي حاطط يعني ما لا يقل عن 10 اولاد وزيهم بنات ما شاء الله في المراحل السنيه المختلفه. دول باذن الله بيمثلوا مصر قريب في كل البطولات اللي جايه، ومنهم ان شاء الله باذن الله باذن الله زي ما وعدنا مرارا وتكرارا ان شاء الله في اولمبياد. يا رب يا كابتن باذن الله، احنا في ظهركم باذن الله، ومش هنسيبكم لغايه باذن الله ما تجيبوا ميدالية. يا رب يا رب. انا شايف حتى عليك دمعت شويه، لان انت انا حاسس بالمجهود اللي بتبذلوه، لان والله يا كابتن العاب القوه دي انا من الالعاب القريبه جدا لقلبي، وعارف قد ايه هم بيقاسوا وبيتعبوا وبينحطوا في الصخر عشان يعملوا حاجه للنادي، اولا للاعب نفسه، ونفس الموضوع للنادي بتاعه، ونفس الموضوع لمصر. بينحتوا في الصخر بمعنى كلمه بينحتوا في الصخر. دي حقيقة. كل التوفيق لك يا كابتن ان شاء الله. يا رب. خلينا نروح لروان. روان خلينا نتكلم مع السادة المشاهدين، انت كام سنة الأول يا روان؟ أنا 16 سنة. 16 سنة، أنت بدأتي من 4 سنين يعني 12 سنة. باباكي طبعا مدربك كابتن أيمن. فخليني عايزك تقولي للسادة المشاهدين أنت بدأت اللعبة إزاي؟ حبيت المطرقة إزاي؟ المطرقة مش موضوع سهل، ده عايزة تكنيك عالي. يعني كلميني بدايتك كانت إزاي؟ أنا بديت الأول في النادي الأهلي لما بديت كان حابه الموضوع عن بابا اصلا، فرحت لما رحت اتمرنت كابتن احمد طه بدا معايا و كابتن احمد سعد؟ لا كابتن احمد طه. احمد طاهر؟ طه. طه تمام. بدا معايا وسنتين كده، وبعد كده بابا استلمني.
طبعا بتمرن يعني 5 وحدات في الاسبوع طبعا. 3 رمي 2 حديد ما بيضغطش عليا علشان كنت صغيره لحد دلوقتي كده بتمرن. الاول طبعا كنت بتمرن لا 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 يعني. الكابتن يضغط عليك يا كابتن ايمن؟ لا ما فيش حاجه اسمها بابا وبتاع. لا يضغط عليك. بس خليني اقول لك، هو الناس تبقى عارفه المطرقه مش بس وزن يتحدف او حاجه، ده تكنيك عالي جدا. ويمكن من غير تكنيك مش هتقدر تعمل حاجه يعني. بالظبط. يعني في ناس كتير بترمي بس في ناس كتير مش هتقدر توصل لدوت من غير تكنيك. صحيح. يعني هم عايزين حد يكون مدرب يعني معاهم. عايز اقول انها مش عافيه بس. لا مش عافيه بس. هي عايزه تكنيك كويس. صحيح. غير كده يعني مش هيقدروا ان هم. طب روان قولي لي انت يعني ارقامك ايه؟ خلينا نقول انت لعبتي تحت يعني 12 سنه وعندك 16، فاكيد لعبتي مراحل مختلفه. قولي لي ارقامك على مستوى المحلي، متصدره ولا لا، او على مستوى العالمي في سنك عامله ايه؟ انا رقمي دلوقتي 68 45. 68 45 45 ده في التحديث الجديد في التوب ليست، انا هبقى اولى على العالم. لا تاني الرقم ده طبعا ليكي فيديو وانت بتتمرني. صح روان؟ طيب خليني اقول، انت رقمك 68 45 ده حققتيه امتى؟ حققته من اسبوعين. من اسبوعين ده كان في بطوله تنشيطيه يا كابتن ولا كانت ايه؟ كانت بطوله تنشيطيه. طيب ده رقمك سهل بتجيبيه يعني، بتجيبيه حتى في التمرين. بجيب اكتر منه في التمرين طبعا. انت بس الرقم ده اللي سجل باسمي. طب الرقم اللي قبليه اللي انت كسرتيه كان كام؟ 67 برضه 45 حاجه زي كده. طيب خلينا نقول ان انت كسرتي بفرق متر، ده حاجه كبيره جدا وحاجه يعني الناس ما تعرفش يعني ايه متر في المطرقه. لا لا ده ديستانس كبيره. خليني اتكلم معاك اقول لك، طب الرقم ده على مستوى 16 ولا 18 ولا 20؟ على مستوى 16 و18. طيب الفريق الاول رقمه كام؟ لا هم اللي موجودين دلوقتي بيرموا 56 بس. 56. بس انا في اخر ماتش وانا عندي 15 يعني. انت ما شاء الله. خلينا بس واحده واحده عشان الناس ما تروحش مننا. طبعا دي فيديو لروان وهي بتتمرن، وفيديو قديم كمان. ده فيديو قديم يعني. بصوا يا جماعه، انا بس اللي عايز اقول المطرقه، بص لا انا عايزك تشرحي للساده المشاهدين، لان بصي لحركات الرجل وحركات الايد وان انت تستغلي وزن المطرقه. بص يعني لا كلميني عن الموف ده يعني انت هي حاجه صعبه جدا. صح يعني انت الموضوع مش، انا بقول يعني هو الموضوع مش بس رمي وزن. بصوا يا جماعه ركزوا معايا في الحركه، الموضوع ان انت بتستغل وزن المطرقه في انه يديك مسافه اكتر، مش يبقى عائق ليك. صح كابتن؟ بالظبط بالظبط. هي يعني تدريب المطرقه في حاجات كتيره، مش باور، مش قوه بس، هي سرعه دوران واتزان. اتزان المطرقه نفسها فين بالظبط من جسمها. غلطه صغيره تنزلك يعني، تنزلك بامبير كتير جدا يعني. غلطه صغيره بس على فكره موهبه يا كابتن. اكيد. لا اصل الموضوع ده مش بس تمرين، لا موهبه. لا مش بس تمرين. تحس بالوزن في ايدك. مش بس تمرين، اصل لو تمرين بس كنا لقينا بقى اضخم ناس في العالم هم بيرموا اكبر مسافات. برافو عليك. انما لا مش موهبه وحب للاداه. صح. وحب للتفوق في الحته دي. الحته دي. الحته دي. خليني برضو يا كابتن اتكلم في ارقام روان تاني، عشان ايه؟ الفريق الاول ارقامه 56 57. انت جايبه 68 ما شاء الله يعني. حتى رقمك وانت ناشئه، وكمان شاركنا يا كابتن في الكلام، رقمك وانت ناشئه ضارب ارقام الفريق الاول. هو صحيح. هو في اختلاف. انا 3 كيلو هم وزن الاداء. يعني طيب انا برضو عايز اعرف دي هنا 3 كيلو 4 كيلو بالظبط. طيب بحكم الخبره لما يكون حد 3 كيلو بالظبط، لك الاسئله دي في الصميم. راح رمى ب 4 كيلو تمام، شايف ممكن ده يفرق معاه في المسافه قد ايه؟ هيفرق بس برضه هتبقى الاولى. انا لعبت بال 4 كيلو وانا عندي 15 سنه يعني من سنه، عملت 59. عملت 56 59 ده من سنه. من سنه ما شاء الله. بس لحد دلوقتي لسه ما لعبتش بال 4. طب امتى يصرح لها يا كابتن تلعب بال 4؟ هو كان يصرح لي من السنه اللي فاتت، بس الاتحاد القديم ما كان يعني مش عايزينك ترمي بال 4 دلوقتي. بيفضلوا اماكن. لا هو في عنصر بس عشان نقوله يعني، احنا جرى العرف في 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 الرياضه في لفظ بيطلق عليه الحرق اللاعب. فمن مصلحتنا بالظبط كنادي وكمنتخب وكولي امر حتى، ان انا احافظ على 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 ابني، لان انا هيروح لل 70 كمان ويعدي. الرقم العالمي كام يا كابتن؟ 71 كسور. كام؟ 71 كسور. بنقرب. بنقرب. وبعدين هي لسه سنها وبيرموا بالاربعه طبعا. العالم كله بيرمي بالاربعه. المسابقات السيدات بالاربعه. فهي بس الرقم دوت بالثلاثه اللي هو 71 ده بالثلاثه. لا الرقم اللي انت حققتيه ده بثلاثه. والرقم العالمي اللي هو 71 ده بثلاثه. بثلاثه. طب احنا بنتكلم على الاربعه.
لا الأربعة لسه بدري يعني. لا ما ده اللي بنقوله يعني، هي احنا السن اللي هي فيه تكوين العضلات والغضاريف يعني اي لعبه في العالم مش الالعاب هو بيلعب باوزان اقل بالظبط. هو في ناس بقى اللي هي بتضغط عشان تعمل نتائج سريعه، دول سرعان ما بتلاقيهمش مش موجودين. واحنا الحمد لله يعني هي ماشيه بخطه كويسه، حتى ابتدوا يحطوا لها خطه جديده اليومين دول في الاتحاد، ان المشاركات ما يبقى في مشاركات معسكرات دوليه يعني. حطوا لك في الاتحاد اجنده؟ هو الاتحاد الجديد بصراحه يعني واقف معايا جامد بكده دكتور سيف شاهين، كل التحيه طبعا لدكتور سيف يعني، ونتمنى انه يتبناكي وهيبقى وان شاء الله نجيب دكتور سيف معانا برضه ونتكلم على المستقبل، لان البطوله دي او العاب القوه عليها. المهم كلميني على الاجنده بتاعتك الفتره اللي جايه. هم الفتره الجايه يعني مش اللي هي ملتقات دوليه والحاجات اللي هي زي ديت. كم مشاركه مثلا على مستوى السنه؟ لا لسه مش عارفه لسه بصراحة. بس هم حاطين لك خطه ناويين لك يعني، شايفين انت مبشره ومعسكرات وحاجات زي كده يعني. ما شاء الله ما شاء الله يعني بتبقى بالتقريب عشان نقول اللعيب ده جاهز اولمبيا. كم بطوله في السنه كده يعني داخليه او خارجيه؟ المفروض يعني ما يقلش عن 8. ما شاء الله طبعا باعداداتهم طبعا يعني هي يعني اللي بنقول البطوله التشريعيه دي اللي اتلعبت هي مش بطوله تشريعيه، لا ده البطوله التشريعيه منظمه ومنسقه وفي حكام وفي لا دي كانها رسميه بالظبط يعني كانها تجارب منتخب طبعًا. يعني مش بطوله تشريعيه ان احنا رايحين فور فن، لا دي بطوله تنشيطيه، المسمى تنشيطيه انما فيها تحكيم وفيها قياسات وفيها الكشف والنشاط فيها كل حاجه، عشان هي مش مدرجه على الاجنده بس بالزبط. بالزبط. انما لو ادرجت هتبقى رسميه بالزبط. اصلا الاجنده موجوده ببطولاتها بالظبط، دي تعتبر بطوله رسميه، انما الاتحاد مش هيفضل 3 شهور بيشتغل والباقي بيشتغل بالظبط. وهي المفروض تكون مؤهله في يعني اولمبياد عالم ناشئين ان شاء الله. تصفيتها فين يا كابتن؟ تصفيتها هتكون في الجزائر ان شاء الله. تكون في الجزائر. روان رايحاها ان شاء الله. وبعد كده التأهيل اصلا 61 و61 اللي هو ايه؟ 62 تأهيل الاولمبياد. تأهيل الاولمبياد اللي يجيب 61. انا ما شاء الله برضه هترمي الثلاثة صح؟ بالثلاثة. طب كويس حلو، يعني انت ان شاء الله اللي بتتمرني بيه هتروحي تنافسي بيه. ان شاء الله. ومن الجزائر تتأهلي على بطولة العالم، دي هتبقى النافذة الاولمبياد. ودي هتبقى النافذه الاولى دي كده، هتبقى امتى يا كابتن؟ الجزائر ان شاء الله تكون في شهر 8 اغسطس باذن الله 2018 السنه دي ان شاء الله. يا رب معاك يا رب باذن الله، ومنها ان شاء الله على الاولمبياد. اكبر هديه يا كابتن تقدمتها لمصر ان شاء الله، وترجع لها ميداليه ونستقبلها كده. بس لما اكلمك تيجي معانا روان اوعي تقولي لا. طبعا. ان شاء الله يا رب يحميك من الاصابات. طب كلميني بقى عن بابا شويه. الكابتن ايمن هو طبعا معانا في الكواليس بره، بس طبعا كلمينا حبيبك ازاي في اللعبه؟ شفتي بابا ايه؟ كلمينا عنه. هو بصراحه بابا يعني بيدعمني في كل حاجه، بيشجعني في كل حاجه، مذاكره تمرين كل حاجه واقف جنبي يعني. في سنه كامله ولا روان؟ في ثانيه ثانوي. خلاص دخلت في المعمعة يا باشا. واقف معايا في كل حاجه بصراحه. هو يعني هو برضو اللي كان في ما فيش اي حد بيراعينا او حاجه زي كده، فهو اللي كان ماديا وكل حاجه هو اللي واقف جنبي طبعا، فمفيش راعي ولا في اي حاجه من دي، فهو واقف ماديا. الاتحاد القديم برضه ما كانش بيعمل اي حاجه، فهو اللي كان بيصرف في فيتامينات، لبس، كوتشيهات بتاعت الرمي دي محتاجاها حاجه قد كده، الادوات اللي انت محتاجاها في التمرين طبعا اكيد. بابا ادوات المطارق والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها غاليه جدا. عارفه ان بابا بيعمل كل ده عشان بس يشوفك ناجحه؟ طبعا. يعني شوفي كل التعب ده كله، ولما بس هو بيبقى صعب الاب يكون هو بيدرب يعني. انا دايما جرى العرف يعني لما يكون الاب بيمرن او بنته او ابنه ما يسمعش كلامه. لا بالعكس، ما اقدرش. لا بجد والله منتهى الصعوبه، خلي بالك. لا دي صعبه جدا، ما اقدرش ما اسمعش كلامه بصراحه. يعني في التمرين بتسمعي كلامه وكل حاجه؟ كل حاجه بسمع كلامه. يا رب يخليه، هو رقم واحد في حياتي اصلا. يا رب يخليه لك ان شاء الله، ويكون مدربك في المنتخب. يعني اكيد هو مدربي في برضو المنتخب برضه. خلاص كابتن سيف انا اقول له بقى يظبط. لا هو مدربي في المنتخب ومدربي اللياقه البدنيه ومدربي كل حاجه. طيب ربنا معايا يا رب. طب كابتن خلينا يعني روان ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله يا رب، ويحميها من الاصابه بتاعت شهود ان شاء الله. خلينا نشوف اللي زي روان عندنا مين؟ احنا زي روان عندنا في بس مش في مطرقه بقى، مش لا احنا بنتكلم على كل الالعاب. عندنا في الوزن الطويل السويسي عندنا اسراء سمير. اسراء سمير. اسراء كم سنه يا كابتن؟ اسراء يمكن السنه دي 20 سنه. 20 سنه. اخبارها ايه؟ عامله ايه؟ ده جري مسافات طويله ولا لا؟ وزن طويل السويسي. وزن طويل. وعندنا اسراء كويسه وما شاء الله، ولعبت بطولات قبل كده وجابت ميداليات برضه في البطولات الافريقيه على مستوى افريقيا وعرب.
طبعا لما طبعا على مستوى العالم الوزن الطويل بيبقى احنا اقل شويه. انما على مستوى افريقيا وعرب بس برافو عليه افريقيا وعربيين هايل. دي حقيقه لغايه فتره قريبه. وبرده كان عندنا اسماء غريب. بس اعتقد ان هي 23 سنه. عندنا في الوزن في المركبه هدى في المسابقات المركبه السباق المركب. وعندنا في رمي رمح نورهان. عندنا في الجري نورين حسن في ال 400 متر وال 400 متر حواجز. ما شاء الله. كل دول شايف لهم مستقبل واعد يا كابتن باذن الله. طب في الرجال او الناشئين؟ الرجال الناشئين برضو في رجال بقى يعني تحديدا في مجموعه كبيره. نبدا من الرمي عندنا محمد مجدي حمزه في الجله قرص. عندنا شهاب محمد عبد العزيز في الجله والقرص. كل دول منتخبات يا كابتن وارقام وبينافسوا وممكن نشوف منهم ميداليه كمان باذن الله. مجدي كان واخد ثاني دوره العاب افريقيه في الكونغو ميداليه فضه وكان بينه وبين تاهيل الاولمبياد حوالي 40 سنتي في الجله. عندنا ماجد بدري في الرمي الرمح. عندنا نور في الوزن الطويل الثلاثي ما شاء الله. عندنا رامي اللي قبل كده استضفناه وكان معانا في ال 110 حواجز. كويس حواجز. لا 110 حواجز. رامي ما شاء الله مثال برضو نموذج رياضي. ارقامه اتحسنت يا كابتن وكده ولا لسه؟ يعني حاليا لا احنا لسه ما احتكناش بقى. لسه بنتكلم في البطولات. هو حتى التنشيط اللي فات ما شاركش فيها لان لسه فتره الاعداد ما كانتش. رامي الحقيقه بيكافح جامد جدا الحقيقه. بالظبط بيلعب في الصخر. يعني هو لان احنا العاب قوى كلكم انتوا كده والله يا كابتن والله. قدرنا. انتوا بتحبوا اللعبه ويعني بالظبط بالظبط. طب قول يا كابتن انتوا يعني برضه ما زال بتتمرن في المركز الاولمبي في المعادي. وما زال انت طبعا منتظر تشطيب او يعني انتهاء من الملعب بتاعنا في بصراحه الملعب. حقيقه لان اساسا المركز الاولمبي احنا يعني مأجرين ساعتين لمده 5 ايام في الاسبوع. الساعتين بترجعهم على طول 120 دقيقة. 120 دقيقة عشان ندخل العدد الكبير من اللاعبين دون. صعب. انا شايف هو انتم مقسمين الملعب 100 حتة عشان تتمرن. بالظبط بالظبط. غير بقى لما انا اكون قاعد بقى 5 6 ساعات في ملعبي بقى يعني اكيد حتى الانتاج بيبقى ادق واجود. انا قاعد مش قلقان يعني ممكن الوقت ده يضغط على اللاعب او المدرب عايز الحق اخلص عشان اعمل تهدئة في 7 دقائق. ممكن ال7 دقايق دول ما يكونوش كافيين ان تعمل تهدئه فتمشي وانت محمل. تيجي تاني يوم وانت لسه مش ما خدتش ساعه الشفاء الطبيعيه بتاعت الرياضي. صحيح. فدي الملعب تحت ايدك قصه ثانيه خالص. بالظبط تحت ايدك. ده احنا كده في حتى في هذا التصوير يعني تقريبا 50% من 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 اللاعبين او 60% هنا بتتم استعانه ببعض الملاعب الخارجيه حتى على على المدربين اللي يكون مثلا هو مدرس في مدرسه ما فيها ملعب بياخد فرقته هناك مراه. صحيح صحيح. فان شاء الله يكون عام ان شاء الله. يعني انا بتوقع باذن الله واحنا برضه هنشير ده بشكل لطيف وشكل محترم مع طبعا مجلس اداره النادي الاهلي الحالي انه طبعا اكيد مش هيتاخر ابدا. لا اكيد إن طبعاً. ينهي طبعا العاب القوه ملعب العاب القوه في مدينه نصر. الحقيقه مش الفايده بس على النادي الاهلي لا كمان ده على مصر لان انت هتخرج ابطال دي هتقدر تحقق ميداليات. دي حقيقه. وحتى على مستوى العضلة وفرقنا ممكن القاعده هتزيد يعني خلص. النهارده المشاركين اللي هم بيجوا في الملعب اللي انا مأجره لهم بساعتين اللي هو ملعبه والناس بتخش تتفرج بدل 2 هيبقوا 6 7 8. صحيح. هتبقى الفرصه ان انت تنتقي البطل اكبر. صحيح صحيح. طب روان خليني اتكلم معاكي في يعني كل لعيب بيبقى عنده طموحات. انت لسه صغيره طبعا 16 سنه ربنا يديك الصحه والعمر لسه قدامك يا رب. بيبقى ليه طموحات. انت عايزه تروحي فين؟ يعني بيبقى اي لاعب انا ايا كان بيقول انا عايز كمان شويه اكون في الحته الفلانيه. انت عايزه ايه؟ انا ان شاء الله املي ان انا ابقى في اولمبياد 2020. دي اكتر حاجه املي فيها يعني. نفسك فيها؟ اولمبياد 2020 وباذن الله هكون فيها. طب هو يعني برضو خلينا نقول ان الموضوع ده محتاج تعب محتاج مجهود يمكن ممكن محتاج مش 5 تمارين محتاج 7 في اليوم بس لازم يكون في راحه عشان اعرف اطلع يعني لو مفيش راحه يعني هيبقى في لود زياده عليا. دي كلمه فيه. بابا دي بالظبط. اصل الكلمه دي ما بيقولهاش سنك. صح ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. يعني دي كلمه بابا طبعا كابتن ياسر طبعا. يعني استاذكم كلكم فطبعا هو اكيد دي كلمة بابا بيقول لك لازم تاخدي راحتك عشان تكبري وعضلاتك تكبر. عشان اقدر كمان ادي في التمرين يعني انا لو اتمرنت الاسبوع كله مش كل الاسبوع هبقى زي اول مرة يعني فلازم ناخد راحة برضه في الاسبوع. تلات ايام اللي برمي فيهم دول ويومين تانيين بيبقى شغل. الحديد بتمرني فين يا روح؟
بابا عنده جيم. فانت بتمرني في جيم برايفت بتاعك. دي ميزه خد بالك يا كابتن. طبعا دي ميزه كبيره. اكيد. يعني بابا قال لك طب مش هتروحي جيم، انا هجيب لك الجيم. لا ده بقى في جيم من زمان قوي. فهو لا بس كويس، ده برضو على فكره دي ميزه. ابطال العالم لو دورنا عليهم يا كابتن ياسر هتلاقيهم عندهم الجيم. دي حقيقه. دي حقيقه. يعني شفنا فيديوهات وشفنا ابطال العالم بيتمرنوا في اماكن بتاعتهم. عشان الوقت. الوقت. كل حاجه محسوبه، واحنا احيانا بنروح نفطر طبعا نخش معايا. اكيد مش هتاخد. طب قول يا كابتن برضو خلينا يعني نتكلم اكتر بصوره شموليه. احنا قوام المنتخبات من عندنا كام في الميه؟ لا يقل عن 80%. 80% من النادي الاهلي. جميع المراحل السنه. ميزانيتنا في السنه قد ايه يا كابتن بالتقريب كده؟ بالمعسكرات، بالسفريات، بعقود اللاعبين، ميزانيه الالعاب القوى قد ايه؟ النادي فريق النادي؟ ما النادي ما طبعا هصور في الاخر بيصب في مصر. ما تقلش عن 4 اعتقد لغايه 6، من 4 مليون ل 6 مليون. تخيل، انا متاكد ان مثلا ميزانيه الاتحاد ما تبقاش كده. يعني النادي الاهلي بص بيقدم. دي حقيقة. بيقدم زي ما بيقولوا هدية لمصر كلها. دي حقيقة. وان هو يقدر يساعد، واحنا طبعا منتظرين الاكتر كمان طبعا، اكيد النادي الاهلي ما عندوش سقف، اكيد هيدوس واكيد هيكمل معاكم. فبالتالي دي اكبر هدية ممكن نقدمها اكيد لمصر حاجة زي كده. دي اكيد. اكيد احنا بنسعى لنشر اللعبة حتى في جميع المحافظات. احنا هنا في بطولات بنشارك فيها عشان ننجحها. يعني احنا بنروح يعني من اشهر بنتحرك بفريق الجري مسافات طويله، بيروح محافظات في بطولات الاعياد بتاعتهم القوميه، عشان الناس مستنيه تشوف فريق النادي الاهلي ايا كان، اي حد من ريحه النادي الاهلي يعني. واحنا فعلا بنعمل ده، يعني احنا فعلا بنعمل ده. و 80% دي مش من فراغ، يعني احنا باستمرار بندعم منتخب مصر في كل حاجه. لانه خلي بالك ميزانيه الاتحاد مش هتقدر تصرف على كم اللاعبين ده كله. دي حقيقه، ده عنصر ايجابي في حقنا، انما وفي نفس الوقت يعني انا النهارده لو الناس بقى مش فاهمه الحته دي، لا انا النهارده لو انا قللت دعمي في الحته دي كنادي وكفرقه حتى على مستوى منتخب مصر، ده 100% الارقام كلها بتقل في كل حاجه. صحيح صحيح، في كل حاجه. فانا النهارده يعني دي زي ما انت قلت بالظبط، احنا بنعمل للنادي الاهلي والمصر. طب خليني اقترح عليك اقتراح كده مع كابتن عاصم السعداني طبعا، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اكيد. ليه ما تقولش مثلا عندي 5 6 لاعبين بروميست، مش هنقول 10، هنقول 3 4 يسيب في البدايه، منهم طبعا روان، وزي روان تقول والله اللاعبات دي محتاجين نشاركهم في بطولتين دوليتين في السنه، والبادجت هتبقى كذا، ونتكلم مع كابتن عاصم. يعني بقول اقتراح. لا على فكره هي بالصدفه، يعني الاقتراح ده سبحان الله تم تنفيذه من حوالي 10 ايام او اسبوعين فاتوا فعلا. والله العظيم ما اعرف. طب والله العظيم ما اعرف. يعني انا الاقتراح ده تم فيه. طب قول لي. لا بانتظار ان شاء الله اجتماع مجلس اداره او المكتب التنفيذي عشان يقررنا بالموافقه او بالنقاش، عشان انما احنا قدمنا ان احنا فعلا اخترنا حوالي 12 او 13 ولد وبنت. برافو برافو. وقدمنا لهم اجنده دوليه ليهم يشاركوا فيها. وفي بطولات جايه في سكه، بدانا بواحده في شهر 2 ان شاء الله جاي، يمكن منتظرين 12 لاعب. دول لو سافروا سفريتين كانها مثلا نقول سفريتين لفرقه باسكت، يعني مش رقم ان شاء الله، مش رقم كبير. لا مش رقم كبير. وبعدين احنا ممكن نقسمهم، يعني لو في ملتقى سي مثلا في المجر 6 و6 مثلا. 6 و6 4 و3 يعني تقدر تعمل مانوفر، بس حط لي بادجت. ده انا واثق ان شاء الله ان الكابتن عمرو فاروق رئيس طبعا الكابتن عمرو، ما وهو اصلا يعني طول عمره في النادي الاهلي وعارف مشاكله طبعا كابتن عمرو. طبعا. وانا انا عندي ثقه ان شاء الله ان هو برضو من عاصم مش هيقول يعني مش هيطلب حاجه زي كده يخش بيها المكتب التنفيذي الا لما يكون شايف ان شاء الله توافق بيها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وبارك لك قريب على القرار ده ان شاء الله، واكيد هنتابع لانه هيفرق كتير جدا. هيفرق كتير على فكره. لو تفتكر في اخر حلقه كنا اقترحناها مع بعض، لو تفتكر كنا مع بعض لان برضو نفس الكلام بالنسبه للسكواش، نفس الكلام بالنسبه للسباحه. اكيد النادي الاهلي مش هيتاخر. يا رب. وهو ده هيبقى حتى دافع للاعبين ان هو انا عايز اروح اشارك. طب انا حاطط له ليميت. صح. عايز 70. طب صح. هات ال 70 اصفرها. بالظبط. صح بالظبط. صح. روان، شايفه يعني وجودك في النادي الاهلي ولعبك للنادي الاهلي، خلينا نقول الناس شايفه الكوره والالعاب الجماعيه ده شرف كبير، والنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وكده، طب الالعاب الفرديه زي ما بيقولوا او الالعاب الشهيده اللي هي اصل الالعاب الاولمبيه، شايفه ده شرف برضو، وشايفه ده بيديك دافع لقدام؟ هو شرف اصلا كفايه اني بلعب في النادي الاهلي اصلا. بس ما عليك يا سلام. شكرا. شايفه ده يعني زي ما بيقولوا
ان شاء الله ده يتوافق عليه كمان، شايفه ده هيزقك لهدفك صح ولا لا؟ بيدعمني يعني ده دعم اكتر. خلي بالك كابتن برضه محتاجين نروان بدون قطع كلامك، موضوع الغذاء يعني موضوع الاكل والغذاء والفيتامينات والبروتينات دي مهمه جدا لعب العاب القوه. هو احنا انا معك طبعا ده مهم بنسبه 100%، بس احنا برضه تعودنا ان احنا بنقدم مقترح بتاعنا وبتناقش فيه، لان الالعاب الفرديه عموما في كل مصر اللوائح بتاعتها ما بتتحش، ده بيضطر اللاعب يصرف يا عيني. طب خلينا يا كابتن اقول خبر مهم اعزائي المشاهدين، النور كان قاطع في صاله 6 اكتوبر للشباب والرياضه، ماتش الباسكت بتاع الولاد اتاخر شويه، الرجال انا اسف ما فيش ولاد بقى، الولاد الصغيرين الرجال اتاخر شويه، يعني ابتدى من حوالي نقول ثلث ساعه، دلوقتي فاضل 3 دقائق و57 ثانيه على الشوط الاول، النتيجه 19-4 للنادي الاهلي، نتيجه كبيره، جود ستارت للنادي الاهلي الحقيقه، 19-4 في ماتش باسكت في الشوط الاول ده جود ستارت، بس نتمنى ان احنا نكمل، لانه انتوا عارفين الباسكت لعبه ثواني، ممكن النتيجه دي تتقلب في دقيقه، ولكن جود جوب، ستارت كويس جدا لفريق النادي الاهلي في المرتبط، ان شاء الله نوصل بكره يا رب يا رب ان شاء الله بماتش المرتبط نكون مخلصين البطوله، وطبعا كل التوفيق للفريقين، احنا في الاول والاخر دي منافسه رياضيه. انا اسف يا كابتن بس لا لا احنا حقه. فخلينا اقول برضو ان الغذاء او كنا بنتكلم في موضوع الغذاء والفيتامينات لاعبين العاب القوه ورفع الاثقال وجمال الاجسام او كمال الاجسام، كل الالعاب دي يمكن الفاتوره الكبيره هي بتبقى الغذاء. دي حقيقه وبقت مهمه جدا دلوقتي، ما فيش لاعب على مستوى العالم ذو مستوى بيمشي من غير مكملاته ومن غير فيتاميناته. انما زي ما قلت لحضرتك احنا الالعاب الفرديه اللوائح اللي احنا بنتبعها في تنظيم العمل بين اللاعبين والمدربين والبطولات ما 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 بيتحش ده. ليه؟ لان ما كانش بيتناقش الالعاب الفرديه وخاصه العاب القوى في الجزئيه دي. صحيح. يعني يمكن احنا والسباحه يعني هارد وركر، انما غزل ودلوقتي في كل العاب بقى باسكت وطايره وهاندبول واحده واحده انما مقترح زي اللبس ما بيتاخد اكيد برضه هيتغزل هتحط في الماء يعني بالزبط. اكيد واحده واحده، عارف احنا دايما متاخرين شويه بس مش في النادي الاهلي عامه في مصر، بس واحده واحده هتخش مع البادجت بتاعكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن ياسر سؤالي الاخير ليك، تمنياتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ انا عندي امل كتير قوي بالنسبه للنادي الاهلي. اهمهم واللي انت تتمنى يتحقق بظهور، اتمنى الحصول على ميداليتين ثلاثه في الاولمبياد يا رب، اعتبارا من الناشئين 18 مرورا بالشباب والشابات والدرجه الاولى، وبقول ان ده ممكن وباذن الله يعتبر ان شاء الله ده سطرنا سطر جديد في تاريخ النادي الاهلي ومصر منتخب مصر، واتمنى التوفيق لجميع لاعبينا ولاعباتنا في حياتهم العمليه والدراسيه والاسريه، ويا رب نجيب يعني اقول ايه اخر المشوار بتاعنا هي ميداليه اولمبيه للنادي الاهلي، دي تمنياتي محترم والى ما شاء الله بقى لغايه انقضاء الاجل ان شاء الله. ربنا يديك الصحه كابتن بامانه، يعني كلام محترم. وخليني برضو اسال روان، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ طموحاتي مع النادي الاهلي اللي انا هو يعني يرعاني كويس يعني يخلي بس يعني مش عارفه ايه بس لا اتكلمي يعني قولي انت يعني طموحاتك ايه على المستوى اللعب مستوى الناشئين، نفسي اخد خطوات سريعه مع النادي الاهلي نفسي اوصل 2020 اكون في التوب فورم بتاعي طبعا ان شاء الله، يعني اهم حاجه ما يحبطنيش بس لا ان شاء الله مفيش احباط. بصي شيل الاحباط ده من قاموسك، انت عندك هدف هيقابلك صعاب، محمد صلاح شفناه امبارح ابتدى بحلم وصل باحسن لعيب في افريقيا، حطي ده يعني قدام عينيكي ده مثل حقيقي، يعني محمد صلاح ما كانش في بقه معلقه ذهب زي ما بيقولوا، ده كافح لغايه ما وصل، حطي ده في قدام عينيكي وهنبقى سعيدين واكتر الناس سعاده بيكي في حصولك على ميداليه اولمبيه يا رب باذن الله. روان نورتيني وشرفتيني وجود لك وربنا يوفقك ويعني ان شاء الله نشوفك بطله اولمبيه قريبا باذن الله. كابتن ياسر نورتيني وشرفتيني طبعا، ورب دايما نتقابل ان شاء الله في الخير، ونتقابل ان شاء الله مع مشوارك لغايه ما توصل وتدينا ميداليتين ولمبيتين يبقوا معانا هنا في الشارع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن، شكرا ليك وشكرا لكل افراد الطاقم، وباذن الله نتقابل قريب بميداليه الاولمبيه ان شاء الله. العاب الصالات بتاعتكم مكانكم يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل عشان نروح فقرتنا الثالثة إن شاء الله اللي هيكون فيها طبعا كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز الغطس، وهيكون معايا طبعا الكابتن طارق نبيل، ومعايا طبعا مها عبد السلام. خلينا نطلع لفاصل سريع عشان استقبل ضيوفي في الفقرة اللي بعد كده.